السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم هبة حسن من قناة هاند ميد. لو كنت اول مرة اشوف القناة اشترك في القناة وفعلي رمز الجرس عشان يوصلك كل جديد. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بقى، كل سنة وانتم طيبين. انا النهاردة ان شاء الله هنعمل الطقم ده. ده طقم حلو جدا وشغله بسيط، ان شاء الله ان شاء الله يكون سهل عليكم. ده طقم الوقفة ان شاء الله بتاعهم. دي رقاية الصغيرة والكبيرة الردينة. لف كده يا ماما بالراحة يا حبيبي، لف يا رقية. اهو ده الطقم وسهل جدا. خلاص يا حبيبتي لفي اهو اهو تمام. انتي بقى بتظبطي وبتزودي زي ما انتي عايزه، بتحطي الاسترصات زي ما انتي عايزه. يلا بينا نبتدي. دي القماشه اللي انا هستخدمها. دي اسمها قماشه سوفت، هي فيها مطه كده بتمط كده شويه اهي، فيها مطه. اللي خلاني اجيب القماشه دي ان هم اللي اختاروها حبوا يعني حاجه ورد كده، فهم اختاروها فما رضيتش ازعلهم فجبتها. احنا هنشتغل ازاي؟ هي طريقة سهلة جدا ومش محتاجة ان انتي اصلا تكوني بتعرفي تفصلي يعني، ولا تعرفي بطرون ولا الحاجات دي. هندي البنوتة، هناخد بس مقاس دوران الستر كده، هتقيسي على دوران الستر بتاع بنتك من تحت الباط كده اهو لحد هنا بس اهو، دي 22. وهتاخدي الطول من اول من اعلى الصدر كده لحد السرة بتاعتها كده 9 يعني مثلا اهو، دوران الصدر كده 22 والطول اللي انا عايزاه 9. هزود على ال 22 دول 2 سنتي، وعلى الطول هنزود 2 سنتي. ليه بقى مزودين ال 2 سنتي دول؟ عشان الدوران بتاع الستر اللي هو ده زودت 2 عشان خاطر انا هعمل سوستة ورا، سوستة من ورا، فهحتاج سنتي من الناحية دي وسنتي من الناحية دي عشان اتني فيه السوستة تمام. والطول 9 سنتي نزودها ليه؟ عشان هنا هاخد سنتي تاني اتني بيه، وهنا سنتي اتني بيه، هتني بيه يعني هتني القماشة نفسها. فهمتوا؟ اهو زي كده مثلا اهو، ومن ورا انا هعمل السوستة دي. قماشة طبعا الباقية انا جبت 2 متر قماش من ده، قصيت بقى مقاس ردينة بنتي اهو. انتي طبعا بتقيسي على حسب، بتقصي على حسب مقاس بنتك، فانا قصيت الجزء اللي فوق خلاص اهو هشيله، مفهوش اي حاجة عادي خالص. انا دلوقتي جبت بنطلون هي بترتاح فيه، مقاسه مظبوط، انا حاسة ان هو مظبوط، بس هو برمودا. انا هطوله بقى الطول اللي انا عايزاه، بس انا بتكلم عشان الحجر بتاعه مريح بالنسبة لها. فانا تنيت البنطلون، اول حاجة تنيت القماشة اهو كده، وجزء ده مقفول تمام. جبت البنطلون تنيته عادي وقعدت اظبط كده الحجر عشان يطلع له البوزه كويسه، وحطيته اهو. هظبط المقاسات من هنا تبقى مظبوطه كده، ومن هنا ما تجيبوش على الاخر يعني، هسيب من هنا مثلا 2 سنتي تمام. انا حطيت البنطلون زي ما قلت لكم، هبتدي اقص. انا هزود من هنا عشان خاطر قلنا ان ده برمودا، فانا عايزه ازوده. هو طول البنطلون بتاعه ردينه 63 يعني هنا، وانا هزود سنتي واحد يعني 64 اهو، وابتدي اقص. واظبط ده كده، انا عايزه البنطلون بتاعها جاي على ضيق زي ده كده اهو. انتي سمي الله وانتي بتشتغلي كده، وان شاء الله باذن الله مفيش حاجه هتطلع معاكي غلط.
زي ما احنا قلنا هنسيب سنتي. ونعمل الحردة. تمام اهو انا كده خدت المقاس، هشيل ده اهو. دي كده رجل بنطلون. عايزين نعمل الرجل التانية، هنحط دي على القماشة ونقص بنفس المقاس بالظبط. تمام انا خلاص خلصت التاني اهو قطعتين. انا بقى طبعا هو في بواقي كتير اهو، في بواقي كتير. انا كنت جايبه 2 متر، انت ممكن تجيبي 1.5 متر. تمام، يعني انت الباقي بقى لو حابه تعملي بيه حاجه تانية خلاص ماشي، بس انا كده تقريبا 1.5 متر كله، وهيكون في برضو بواقي للكشكشه للتوك للحاجات دي. تمام انا خلاص. احنا دلوقتي هنيجي للبنطلون، هنعمل البنطلون الاول عشان الجزء اللي فوق في كده كذا كذا حاجة. يعني هنيجي البنطلون، احنا عملنا جزئين اهو اللي احنا كنا عاملينهم. هنخيط ازاي؟ هنفتح كده اهو، هنحط الوش على الوش، هنحط الوش على الوش، فهتبقى في حردة، هيبقى الحردة على الحردة اهي. بصوا احنا فتحنا البنطلون، هنحط الوش على الوش اهو، فهنلاقي هنا حردة اهي، هنخيط من اول هنا لحد هنا، وبالناحية التانية من اول هنا لحد هنا. تمام هنظبطها كده اهو. خلاص خيطت اللي قلتلكوا عليها الحردة، هنمسك ده كده ونقلب ونفتح، هنخلي الخياطة اللي احنا خيطناها في النص كده في النص اهي، فهنلاقي دي رجل بنطلون اهي والرجل التانية اهي. تمام اهو، هنبتدي نحط الحجر على الحجر كده ونخيط ده، بعد كده نخيط ده، وده هنتني كده حتة صغيرة في حتة كبيرة عشان لما نركب الأستك اهي اهي كده، ونخيط على الطرف عشان لما نركب الأستك. والرجل بعد ما نقفل هنتني الرجل كده عادي اهي. هخلصهم وارجع لكم. انا خلصت البنطلون تقفيله خلاص. انا دلوقتي عايزة اركب الاستك هنا ادككه. هحتاج دبوس او بنسة الشعر السودا دي، في والاستك في ده استك ينفع برضو ينفع للبنطلون، وفي ده وعلى حسب المسافة اللي انت عاملاها. انت لو عاملاها صغيرة هتحتاجي ده، لو كبيرة هتحتاجي ده. فانا هدكك. انا اهو جبت الدبوس ودخلته في الاستك، وهدخل كده
واكشكش واشد. هو هتلاقيه، هو هتلاقيه بيسحب معاكي اهو، وتشدي ده هتلاقيه دخل معاكي اهو. هخلصه واوصل لحد هنا وارجع. خلاص اهو انا خلصت. هقص طبعا الزيادة مثلا هنا، هلبس البنطلون للبنت، وبعد كده عشان اشوف مقاس الوسط قد ايه، اضيق اوسع، وبعد كده هربط ربطتين من هنا، وهروح مخيطه هدخل الرابطه واروح مخيطه من هنا. كده البنطلون خلص معايا. هنبتدي بقى نشتغل في الجزء اللي فوق، البلوزه اللي فوق، عشان فيها برضو فيها كذا شغل كده، فعشان كده انا سبتها للاخر. يلا بينا. انا دلوقتي هبتدي اشتغل في جزء الستر اهو. انا هعمل ايه؟ انا هبتدي اثني الجزء اللي فوق بقى اللي هو عند الصدر، هثني كده تمام. هخلص تاني وارجع لكم. خلصت التاني تمام. انا هنا هنركب السوسته، ده الجزء اللي ورا هنركب فيه السوسته. قبل ما اركب السوسته انا عايزه اركب الكورنيش اللي تحت. انا جبت حته اهي، حته طويله قوي على حسب بقى الطول الكشكشه اللي انت هتستخدميه وتنتها. هبتدي من هنا اركبها. هنا هركبها ازاي؟ هنعمل ايه اهو، بصوا ده الظهر، ده الوش قصدي. هنحط الوش ده عليه كده اهو، الوش على الوش اهو. لما اجي بقى اعدل ده هيبقوا مظبوطين تمام. وهخيط يعني مثلا اهو، وهتني كده معلش عشان انا بشتغل وانا ماسكه الموبايل مش عارفه. ثواني طيب. انا اهو حطيت طبعا زي ما قلت لكم ادي الوش، وحطيت الوش هنا اهو تمام. هبتدي اخيط اهو، هعمل كده. ابتدي بقى في اللي فوق اعمل الكشكشه اهو، اهي بثنيها كده عالي اهي تمام. اعمل بقى الكشكشه زي ما انا عايزه اهي كده. اول واحده اتعملت، ابتدي بقى اعمل برضو جنبها كده. ابقى ايه محدده المسافه بعينيا كده، وكل مسافه اعمل لها كشكشه. كل ما تعملي كشكشه كتير كل ما يبقى منفوش معاكي الجزء اللي تحت. اهي هخلص بقى، او شايفين عملت ازاي، هخلصها وارجع لكم تاني.